واحنا صغيرين كل حاجه بتتعرض علينا بنقولها لا. يعني في الاكل، في اللعب، في اي شيء بيبقى الطفل بيقول عليه في المرحله دي عايز يثبت ذاته. للاسف الاسره بتكسر الطفل في الوقت ده وبتعتبر كلمه لا اللي هي بتاعت اثبات الذات دي قله ادب. ايوه صح. فدايما بنعترض على الطفل ونقول له ما تقولش لا، عيب، قول حاضر، انت صغير. فبالتالي بتتكون في نفسيته ان انا الحاجه اللي انا بقول عليها لا عشان انا مش حاببها او مش عاجبها او مش عايزها ما ينفعش، يحسسوني ان انا غلطان. فبيبدا ينشا ويكبر في مراحله بقى المختلفه انه يخاف يقول لا. طبعا دي اغلط شيء في حياتنا بنتعلمه، ان انا ما اقولش لا او ما اعترضش. صحيح. ده هيخليني حق مكتسب للاخرين، لان لو الاخر طلب مني خدمه وانا مش قادر اعملها مش هقدر اقول لا. اتحاسب كمان على ان انا تاني حاجه مش هقول لا. طب يا دكتوره انا عاوز ارفض، عاوز ارفض، يعني بنوت عايزه ترفض عريس متقدم لها، حد عايز يرفض حاجه في شغله مش مناسباه او مش مرتاح لها، رافض ان انا اسلف حد حاجه، مش اي حاجه، يعني عايز ارفض، ازاي ارفض بطريقه ما تجرحش اللي قدام؟ يعني اقول لا من غير ما اجرح اللي قدام. اول حاجه لازم اتعلم اقول لا بس في المواقف الصحيحه. ايوه. بمعنى يعني كلنا لازم، احنا كل واحد عندنا ليه قدره في عمل اشياء او قدره في خدمه الناس، ما بقاش حق مكتسب كده عمال على بطال. صح. او اغل واقبل عريس او اقبل شغل او اقبل ضغط في شغلي عشان مش قادر اقول لا. فهبدا في الحاجات البسيطه ابسطها، لما بنروح محل نشتري حاجه ساعات البياع بيعرض عليا يقول لي دي جميله وهتبقى لونها حلو عليك فانا باخدها. فلا، حاجاتي الشخصيه ابدا بيها اقول لا انا مش عاجبني اللون ده. لو عريس هعتذر بلطف، مش ها يعني مش هكون بقى يعني سيئه السلوك زي ما بيقولوا او زي ما الاهل بيقولوا دي قله ادب. لا، هبتدي اقول له يعني الشخص ده غير مناسب ليا في اهدافه في طموحه. فده اعتذار برضه، يعني مش لازم هقولها لا صريحه او لا علنيه، لكن ممكن تتقال بعده طرق حسب الموقف. يعني لو في حد طالب مني خدمه هقول له بعتذر انا ما اقدرش اعملها. طب انا انسان طيب زياده عن اللزوم اقول له انا هحاول بس ممكن ما اقدرش اعملها. يعني الوضوح، الفكره من قبلها، الوضوح بيريح حتى لو اللي قدامي زعل في الاول، لكن يكفي ان انا كنت انسان واضح. يعني الوضوح مع نفسي، يعني لازم انا اعرف امكانياتي ايه. يعني في ناس مثلا بتجيني تقول لي شغلي لي ابني مثلا في الجامعه. ايوه. هو بيعتقد ان انا مثلا بدرس في الجامعه انا اقدر اشغل الناس في الجامعه. وبيزعلوا جدا على فكره. بيشوفوا ان له انا ده مش شغلتي، انا يا دوبك بدرس. لكن انا مش صاحبه الجامعه. فالوضوح من الاول في الاشياء اللي بتطلب مننا، اولا يمكن الناس تزعل ويقول لك انت مش عايز تخدم، بس لو سال حد تاني هيلاقي ان نفس الاجابه فهيفهم ان احنا صح، وده كده الوضوح مع نفسه. وانا باخد من كلام حضرتك ان اللي اتربى على انه يقول حاضر في كل حاجه وبيطلع شخصيه ضعيفه، بيلبس زي بابا وماما بيقولوا، بيتكلم زي بابا وماما ما بيقولوا، ممنوع ده ممنوع ده، ما اقدرش اتنفس، ما اقدرش اقول لا على حاجه انا مش عاجباني، بفضل اتمنى اليوم اللي اسيب فيه البيت واكبر عشان اقدر اعمل اللي انا عايزه. اعتقد ان هو بيفتكر انه لما يكبر هيبقى مختلف، لكن بيبقى شخصيته اتاثرت، ما يقدرش يقول لا. للاسف بتطلع بقى نوعين هنا. واحد هيطلع شخصية اعتمادية ويسمع كل كلام الناس، وده طبعا هيضره في كل حياته لأنه ما بيقدرش يقول لا، ما بيقدرش يختار، ما بيقدرش يقرر، فيطلع شخصية اعتمادية. ولازم يعتمد بقى على الأسرة يا بعد كده على المجتمع المحيط بيه، سواء الزوج أو الزوجة أو هكذا يعني. وفي نوع تاني بيطلع عنده كم من العند وتشبث بالرأي، وده اللي دايما بنقول عليه بيعارض في أي شيء، وده بيبقى متعب كمان جدا، لأن ده لو اتجوز هيرفض اي فكره من الزوجه، لو اب هيرفض اي فكره من الاولاد وهيمارس نفس اللي كان الاب والام بيعملوه فيه. للاسف احنا ما بنعرفش نطلع الحل الوسط لان احنا ما اتدربناش عليه. صحيح. يا بنطلع نسمع الكلام زياده عن اللزوم وشخصيتنا بتضيع، يا بيطلع عندنا العند والتشبث بالراي والناس بتتضايق مننا ونعمل مشكلات.